ستاكس الحمد لله زعما كيعرف واحد النجاح وكيعرف كيوري واحد الحاجه اللي هي مهمه هو الحاجه ديال المغاربه ديالنا ديال كندا الواحد ستاكس واحد لافوار كوم سا اللي هي مهمه بالنسبه للمغاربه ديال كندا والعدد اللي كاين هنايا الموجود ديال الناس ديال العقار هو شجع اكثر الناس باش يكون عندهم داك لو شوا باش يكون عندهم واحد الاختيار باش يكون عندهم باش يديروا الاحتياجات اللي بغاو واليوم ميم في الصباح اليوم معنا الصباح بداو واحد العدد كبير الحمد لله وكل شيء غادي الحال الان غادي مزيان لا من ناحيه ديال الابناك لا من ناحيه ديال الناس ديال العقار واللي كان عن شجاعة وثاني وكنقولها اللي دائما كيرجع لنا واحد السؤال من عند الناس هو انه العمليات ديال الناس اللي كيشريو سوق البنو انا كنقول اي واحد زعما في التشجيع كنشجع اي واحد يشري شي حاجه مبنيه ويكون يشوف دار ويشوفها وهذه القضيه موجوده هنايا موجوده الاكثريه ديال الناس ماشي الاكثريه كاع لا توتاليتي ديال الناس اللي عندنا هنا عندهم شي حوايج مبنيين والحمد لله العمليه غاديه مزيانه وهذا كيتشجع حتى بان المغاربه باغيين يكون عندهم فيت بلادهم المغاربه باغيين يشجعوا هاد اللي كانوا المغاربه غادي انا هذا استثمار من المغاربه ديال كندا في المغرب وتنشكروا الناس اللي اورغانيزاو هاد التظاهرة هذه لانهم حنا بعاد بزاف على المغرب وهادشي تيخول لينا اننا نتقربوا من اشنو واقع في المغرب في واحد الفضاء اللي هو جميل جدا ومثير مثير لان الانسان تكون عنده لا موتيفاسيون انه يقدر ياخذ شي حاجه من المغرب. المهم اللي لاحظت هو كاين واحد المجموعه ديال العروض هنا في قص العقار وكاين مجموعه ديال التسهيلات عوض تمشي للمغرب وتشوف كتشوف هنايا وكتاخذ القرار يعني كلشي بكل يعني بكل ثقه والمهم هنا ممكن تاخذ واحد عدد كبير ديال المعلومات وقبل ما تمشي للمغرب كتكون ديجا عارف ولا تكون ممكن هنا تاخذ القرار من هنايا وجميع الاجراءات الاداريه كاينه هنا.